ريو سترا يرفع القائم الاول. روبينيو كاد يسجل المدافع خرجها من المرمى. روبينيو ما زالت عنده الكره باغي الكره هذه بالراس. ايمانويل سير مرة الثانيه يرفعها لباتزيني ويباشر هدف في خطا يقول الحكم. الهدف يقول الحكم في نهايه المطاف. يباس الكولومبي يفتح مدار التسجيل بعد خمس دقائق باغ بالراس. كنت استمعت الى صافره كنت اعتقد بان الحكم صفر واعلن خطا ويتحرر انصار وعناصر فريق الميلان بعد هذا الهدف من ماريو يباس. اول هدف ليباس في كاس ايطاليا لهذا الموسم. هذه عاده مره اخرى تجمع عدد كبير جدا من لاعبي فريق ريتينا ومع ذلك تمكن يباس من فتح مجال التسجيل وهز السباك بعد محاولة أولى كانت في الشوط الأول بالرأس صدها الحارس. هذه المرة لم يتمكن من صدها. قوية جدا كانت تقريبا من حارس المرمى لذلك لم يتمكن من صدها. أول أهداف يباس لاعب اللي سبق له وأن لعب في كييف وبيرون، لعب في الدوري الفرنسي، لعب في نونتو في